أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة أن الشباب البحريني طموح، عنصر هام من عناصر المجتمع، لذا جاء الملتقى الشبابي الأول للتأكيد على اهتمامنا المشترك للقيم الأخلاقية والشيم الحميدة، ومن أبرزها بر الوالدين ورعاية المسنين. وقال سموه في كلمة خاطب بها المشاركين في الملتقى الشبابي الأول، قال إن صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء هو الأب الذي يرعانا والقائد الفذ الذي يبعث لشباب الوطن الأمل لتحقيق كل أماله وتطلعاته، فسموه هو الداعم الأول لكل أنشطة هذه الجائزة، وذلك منذ انطلاقة جائزتنا للابن البار والابنة البارة منذ 9 سنوات. وسموه حفظه الله والوالد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس الوزراء حفظه الله خير داعمين ومساندين، جزاهم الله خير الجزاء وأطال الله في عمرهما. وكان سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة قد تفضل برعاية الملتقى الشبابي الأول الذي ينظم ضمن فعاليات جائزة خليفة بن علي للعمل الخيري، وأقيم بجامع سمو الشيخ موزة بنت حمد الخليفة رحمها الله. وتقدم سموه بجزيل الشكر والامتنان لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري لقبوله بإلقاء محاضرة توعوية قيمة في الملتقى الشبابي الأول، تطرق فيها إلى دور الشباب في بناء الوطن والمساهمة في نهضته وتقدمه. وشكر سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة على مبادرات سموه الخيرية في نشر قيم الفضيلة والخير بين الشباب. منا لما يتمثل به الشاب البحريني الطموح كونه عنصر هام من عناصر المجتمع، لذا فإن مشاركته أساسية للتأكيد على اهتمامنا المشترك للقيم الأخلاقية والشيم الحميدة، ومن أبرزها خلقي بر الوالدين ورعاية المسنين. لا شك بأن صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله هو الأب الذي يرعانا والقائد الفذ الذي يبعث لأبنائه شباب البحرين الأمل لتحقيق كل آمالهم وتطلعاتهم. فسموه حفظه الله هو الداعم الأول والكبير لكل أنشطة هذه الجائزة، ومنذ انطلاقة جائزتنا الأولى للابن البار والابنة البارة منذ 9 سنوات، وسموه حفظه الله والوالد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة حفظه الله خير داعمين ومساندين، جزاهم الله خير الجزاء وأطال الله في عمرهما. نجتمع يا أخوتي في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وهو جامع يحمل اسما عزيزا علينا، ألا وهو اسم والدة الجميع سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة رحمه الله. ونحن مجتمعين على ذكر الله سبحانه ومحبته، مستذكرين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم الشاب الذي نشئ في طاعة الله. أسأل الله أن نكون جميعا من الشباب الذين نشئوا في طاعة الرحمن. فهنيئا لكم يا أخوتي، ووفقكم الله لما في خير لكم، وبارك الله لكم في شبابكم. حقيقة يعني يسعدنا في هذه الأمسية الجميلة ما قبل رمضان في أن نجتمع بمعية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة حفظه الله، وهو الرئيس الفخري للجمعية الواقع، وبالتالي فكان مثل هذا اللقاء باكورة نشاط شبابي توعوي. شرفنا أيضا الشيخ راشد الهاجري رئيس الأوقاف بمحاضرة قيمة تناولت العديد من الأمور. أتمنى إن شاء الله أن يكون جائزة الشيخ على خلفية هذه المحاضرات اللي إحنا في المستقبل إن شاء الله نقوم به، وهناك عندنا ورش كثير إن شاء الله في الملتقى بإذن الله، وعلى توجيهات سمو الشيخ فإحنا إن شاء الله بنحاول بقدر الإمكان أن يكون إن شاء الله نلتقي.